Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami panggil Qori dengan nomor peserta SB.302 untuk menuju mimbar tilawah. Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor SB.302 akan membacakan surah An-Naml halaman 379 dimulai ayat 32 dan seterusnya. Peserta dengan nomor SB.302 akan membacakan surah An-Naml halaman 379 dimulai ayat 32 dan seterusnya. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون وإني
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين صدق الله العظيم. Aku berlindung